طائفية خائبة على الباشمهندس ممدوح حمزة. باشمهندس بتقولي مجلس استشاري. مجلس اللي حصل اثناء ما كنا في الميدان كم يوم الاخرانيين من اول ما بدانا، كان هناك مطلب ملح على مجلس رئاسي مدني وتحول السلطه اليه. طبعا انا باحساسي بيجرى في المجلس العسكري وهنا وهناك، طبعا المجلس العسكري مش هيتنازل عن السلطه من مسؤوليته الوطنيه ولا هيسيبها، وفي نفس الوقت ما فيش اليه للمجلس المدني ان يحكم بيها زي اليه القوات المسلحه وامكانياتها، وفي نفس الوقت من سيختار المجلس المدني اللي توافق عليه من اسكندريه لاسوان؟ مش معقول ال 10 12 نفر اللي بيتكلموا في عمر قسام عمر واكرم، ولا بيقعدوا في عياده من العيادات، ولا يقول لك جمعيه وطنيه اختارت، يعني لا يشكلوا مصر يعني. فوجدت ان الحل الامثل ان يكون هناك الحل الوسط، يعني مجلس استشاري يشارك المجلس العسكري في اتخاذ القرارات، في مشاركه بدل المغلبة يعني. فهم اقترحوا ان الكلام ده انا اقترحته من اربع ايام، وعرضت على السيد اللي هو العصار، وبعدين تم اشارته النهارده تاني. فهم قالوا لا، يبقى مجلس استشاري يعني يؤخذ رايه ويشارك في معارف اتخاذ القرار، ولكن ما يبقاش مجلس مشارك في السلطه. اخذوا بيه قرار ان هو هيتم تشكيل لجنه مصغره لكيفية الوصول لهذا المجلس بمنتهى السرعة، بحيث تبقى فيه كفاءات متخصصة مثلا في الاقتصاد والسياسة والعدالة الاجتماعية والمالية وخلافه يعني، والقانون والإعلام يعني. وكانوا بيقولوا مثلا تحط السبع ثمان تنفار علشان يبقى يحضروا الاجتماعات معاهم، حاجة زي كده. والمجلس هيكون برئاسة مين؟ تم الاتفاق على اسم؟ لا، ما في كل اللي تم وقع على الفكرة، وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنه مصغره لكيفيه الوصول الى هذا المجلس. غياب الدكتور البرادع النهارده يا باشمهندس، هو وحمدين صباحي، ده خبر صحيح؟ اللي هو ايه يا فندم؟ غياب الدكتور البرادعي وحمدين صباحي. انا لا اعلم ان كانوا دو او لا، وما اعرفش، لان ما كانش اسمهم موجود على الترابيزه. ما كانش اسمهم موجود على الترابيزه. طب تفسر بايه؟ يعني هل في مثلا تتوقع معايا ان كان في اتفاق امبارح مع الدكتور البرادعي في ظل حواره او لقائه مع سياده المشير حسين طنطاوي؟ بصفته ايه؟ يعني اتفق معاه بصفته ايه؟ هي صفه البرادعي يعني. ما امبارح قبل هذا الاجتماع الموسع النهارده كان في اجتماعين محددين. ان البرادعي هو اللي طلب يقابل المشير، والمشير قبله، واللي سمعت المقابله كانت 10 دقائق. ايوه. أنا مش عارف البرادعي بيتحرك بصفته إيه يعني. إيه الصفة اللي ورا البرادعي؟ ده وراه حزب. وأنا بحضر معانا الميدان، وأنا نام في خيمة. أنا مش قادر أفهم يعني البرادعي عاوز إيه بالظبط. طيب، في مدى زمني اتحط لتحديد كل آليات المجلس الاستشاري وتحديد أسمائه وكده، ولا اتقال بس على وجه السرعة؟ لا، ما اتقالش، تم مناقشته جيدا، وتم اتخاذ قرار بالموافقة على هذا من المشير شخصيا. ايوه، وبقيه اعضاء المجلس كانوا قاعدين من لقاءات من المجلس، والوشير قال شكلوا لجنه صغيره لتحديد كل ما يخص هذا المجلس الاستشاري. طيب، شايف ان المجلس الاستشاري هيكون قائم الى ان يتم تسليم السلطه يعني. مهمته برضه بكتير قوي اربع خمس اشهر يعني. شايف ان الحل ده هيلاقي هوى عند معتصم التحرير؟ والله انا ما اعرفش يعني. انا ما نزلتش النهارده التحرير، لان كنت الصبح بعد الاجتماع بتحضير بعض الافكار، ورحت الاجتماع وطلعت من الاجتماع يعني، ما لسه ما رحتش، انا عادي على الميدان بالليل يعني. ايوه باشمهندس. ايوه اتفضل يا باشمهندس. يعني انا ما اعرفش لسه الميدان هيقول ايه. بس هنرجع طبعا، ولازم نعرف الميدان عاوز ايه، ونقعد معاهم ونناقشهم ونحاول نقنعهم ونحاول نشوف ارائهم كده يعني. ما هو الميدان ده اساس حياتنا دلوقتي يعني. اكيد اكيد باشمهندس. واحنا برضو ناقشنا مع سياده المشير علاج المصابين وحقوق، وانا تقدمت بورقه رسميه فيها طلبات محتكه، احنا عاوزين يدفع تكريم مش تعويض فوري، 100,000 جنيه لكل اسره شهيد، و80,000 جنيه لمن فقد عينيه، و50,000 جنيه لمن فقد احد عينيه، مبالغ محدده، و30,000 جنيه فورا لكل مصاب، زاد الرعاية الكاملة وكده يعني. طلبنا الحاجات دي وطلبنا التحقيق، ولازم نعرف مين اللي أمر بدخل بدخول الميدان يوم السبت الصبح اللي فضت
اعتصام بالقوة، لأن ده هو الإنسان الغير مسؤول الذي تسبب في 40 شهيد أو أكثر، هو اللي تسبب في كل هذه المشاكل اللي احنا فيها. ها. تأكيد المشير طنطاوي على حساب كل من تسبب في إهدار الدم في التحرير أيا كان مكانه، سواء في الشرطة العسكرية أو في الشرطة المدنية؟ والله هم بيأكدوا الشرطة العسكرية مش موجودة خالص، ده اللي بيقولوه يعني. احنا التحقيق بقى والنيابة، واحنا عاوزين برضه احنا انا لما هنزل ميدان باذن الله انا هنحاول نشكل لجنه تحقيق من المحامين اللي في الميدان ومن ضباط الشرطه اللي هم في ائتلاف ضباط الشرطه، عشان نعمل لجنه تحقيق مستقله. يعني مش هنفوق الموضوع، مش هيفوت على خير، لان احنا لما اتقتلنا واتبهدلنا من النظام السابق كنا عارفين ان احنا مع نظام مستبد. ايوه. بعد ما يكون هناك ثوره يكون المفروض حكومه وطنيه وننضرب برضه ونتقتل ونتصاب، لا ده غدر وخيانه وحقاره، ومش هتتم على مش هتساب فيه. اوعى تفتكر الناس هيسيبوا دي بسهوله. باشمهندس ممدوح حمزه امين عامل المجلس الوطني، بشكرك شكرا جزيلا. كان هذا توضيحا للمجلس الاستشاري اللي تم الاتفاق عليه النهارده واعتمده المشير حسين طنطاوي. ونروح لاغلاق